ونريد أن نضع أنفسنا أمام مسؤولياتنا ونؤكد دائما ودوما أن هذه الفعالية سلمية للغاية. غرضنا منها أن نوصل رسالة محددة وهادفة وموجهة. لا نريد أن ننجر وراء استفزازات الجيش. نريد أن نبقى في ضبط النفس وعدم التعامل بردات الفعل السلبية التي تؤثر على سير المسيرة. الرجاء الحار الالتزام بأن تكون المسيرة سلمية. وبسم الله وعلى بركة الله ننطلق. سليمة أحمد شتاوي من قرية سفر كدوم. إحنا عنا مسيرة شرعية قانونية، منطالب في طريقنا لأن من نصل أراضينا، من نصل زيتوننا بمنعونا، بيجوا علينا في الليل بضربوا صوتي، بضربوا مسيل، بدكتكوا على الدور، بطبشوا البواب، بضربوا على الدور، ومتعاملوا معنا معاملة مش مظبوطة. مهما تشلف الأمر إحنا ما بنبطل نطالب طريقنا وأراضينا ووطننا وحقوقنا. كفر قدوم قرية مساحتها 25,000 دنوم. كفر قدوم تم قطع من الاستيطان منها 4,500 دنوم، ويوجد عندنا في داخل هذه القرية 11,500 دنوم لا يستطيع المواطن في هذه القرية الوصول إليها إلا بالتنسيق الأمني مع الجهات الإسرائيلية عن طريق الارتباط الفلسطيني. أنا كامل كدومي من كفر كدوم من وحدة الإعلام والتصوير للمسيرة.
احنا طبعا كل يوم جمعه بنكون احنا وحده الاعلام متواجدين، انا ستيل وصاحبي الثاني عبود فيديو. طبعا احنا بنصور الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيليه على ابناء قريتنا، واستهداف يعني كثير رصدنا عمليات انتهاك لحقوق الانسان، منهن عمليه الكلب الاسرائيلي اللي فلتوه على شاب وعظمه. بداية المسيرة كانت بداية سلمية طبعاً، ومسيرتنا من الأساس سلمية. فاجأنا إنه في نص المسيرة الجيش أطلق علينا كلاب بوليسية. فأنا من ضمن يعني الشباب اللي كنا مش منتبهين للكلاب، لأنها طلعت بشكل مش واضح يعني مخفي علينا، كانت فجأت بالكلب صار ماسك فيني. قعدت تقريبا 10 دقائق او اكثر وهو ماسك فيي. طبعا والشباب حاولوا ينقلوني بس انه الوضع كان صعب. كفر قدوم تم اغلاق طريقها الرئيسي. المدخل اللي دخلتوا انتوا اليوم منه على كفر قدوم ما قدرتوا توصلوا إلها هو هذا المدخل الغير شرعي لهذه القرية اللي ربطها بالوقت الحاضر بالمدن الفلسطينية والمحافظات الفلسطينية. هذا المدخل يبعد كفر قدوم عن أقرب مدينة إلها، مدينة نابلس، بمسافة 12 كيلو متر. اللي تم إغلاقه ما بين كفر قدوم وأول قرية فلسطينية المدخل الرئيسي هو قرية جيت، المسافة لا تتراوح الكيلو للكيلو ونص. تم إغلاقهم على أهالي هذه القرية. افتكر في أول مرة أجوا من الدار أخذوه، ثاني مرة أخذوا على المخصب. المرة اعتقل في الجبل هناك اعتقل وشلح وأوعي ظل في الشباة وضربوا فوق هناك في الجبل واعتقلوا. أخوي شارك في المسيرة يوم جمعة، كانت المسيرة أسبوعية طلعت بشكل سلمي. تفاجأنا في قوة من الجيش في أكثر من منطقة عاملين كمين، هجموا على الشباب. كان أقرب واحد فيهم عقيل، اعتقلوا عقيل، دشوا عليه 3 جنود ضربوا حتى هم يضربوا في شلحة أواعية، كان مبين على التصوير هذا شلحوا أواعية بلوزته، وكانت الدنيا كثير برد شتوية. رموا سترته وزعوها علينا وقولوا إياها نخلوش يلبسها، حتى الجنود ضربوه وما خلوش حدا يقرب عليه، حتى ما خلوش الصحافة تقرب، ما خلوش حدا يقرب عليه، عملوا عليه جدار في الجبات وفي الجنود، والجنود بلشت تضرب غاز، خنكوا الناس، خنكوا كل الناس، أخذوه مخنوق، حتى هو انخنق من الغاز، أخذوه مخنوق بعد ما ضربوه. أنا اسمي وئام وليد كامل برهام.
وبتاريخ 27/4/2012 يوم جمعة كنا طالعين مسيرة سلمية عشان يفتح الطريق المغلقة من حدود من 10 إلى 13 سنة. بكينا أنا والشباب واقفين، تفاجأنا جندي حرس حدود بطلع من وراء سيارة المياه القادمة. أنا شايفه أركع على ركبه ونص وصار يطخ. أنا في اللحظة اللي صار يطخ علينا فيها الكنبلة كانت جايت نهان في صباحي، وفي اللحظة هاي أنا بدي أهرب، لفيت راسي لفيت هيك اللي هي بتضرب هان، ضربت هان وطارت في الهواء. في هاي اللحظة أنا اندبيت على الأرض وبصح على الشباب، حملوني وحطوني في الإسعاف. طبعا في الإسعاف المسعف عارف إنها حالتي خطيرة، بسأل فيي شو اسمك؟ أنا كنت بدي أحكي له شو اسمي، بدي أحكي له شو اسمي اللي هو فيش نطق من مرة. إن شاء الله تولين هذه الكري قوية كانت مكوية. عندنا شباب تشرب المرصة، تعرف شو المر يعني؟ إيش المر بشربه عسل عليه، مهمناش شيء. ولو بنموت إحنا تبرين يا هالكري، في جيل أقوى منا إن شاء الله بإذن الله، ما بنبطل نكاتلهم ولا بنبطل نطارف في الطريق، لأن هذا طريقنا شرعي، ما إلهم علينا، ما إلهم فيه.